وزي ما اتفقنا مع حضراتكم ان احنا متابعين في التاسعه معاكم ما يحدث في شاشه رمضان، كواليس واعمال جميله، والحقيقه التنوع كبير السنه دي، ونجوم كتير حقيقي وحشونا، ووجودهم كمان مهم في رمضان، بيعمل نوع من كده انواع البهجه. يعني اولا الاختلاف حلو، المنافسه جميله، التنوع كتير، الموضوعات كتيره. معايا دلوقتي نجم بجد هو حشنا، وحشنا جدا انه يبقى مطل معانا في شاشه رمضان، وحشنا بمنافسه حلوه، وحشنا بموضوعات وشقاوه وغنى وكواليس. وهو الحقيقه بيشتغل على نفسه، يعني هو عامل بنفسه كل انواع السوشيال ميديا الخاصه بالمسلسل بتاعه من قبل ما يبدا. خلينا نرحب بيه ونقول له انت يعني ان كنت بتحارب فانت بتحارب من قبل ما تبدا المسلسل، النجم الكبير حسن الرداد. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذه شفقي؟ وميرسي على المقدمه الجميله دي، وانا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك. وعايز اقول لك ان انا موقف المشهد دلوقتي. ايوه انهي مشهد بقى؟ بنصور مشهد مهم جدا. ومعايا الاستاذه شيرين عادل كمان اهي على جنبي. ايوه بتسلم على حضرتك. سلم لنا عليها جدا، مخرجه رائعه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل شيرين مخرجه هايله ورائعه يعني. حبيبتي ربنا وشقاوه حسن الرداد عامله معاكي ايه؟ انا بتقالي ما بيقعدش في حته. حسن اه بقى مجنني يعني معاهم. ما بيقعدش في حته ابدا. طيب انا عايزه اعرف، يعني اولا مبروك المسلسل، مبروك النور اللي انتوا عاملينه في شاشه رمضان من خلال محارب. انت كمان عملت الاجواء وحضرت الناس من بدري قبل المسلسل. اه بالظبط، يعني احنا كنا فكرنا ان احنا كانت الفكره بدايتها كانت من المؤلف محمد سيد بشير، ان هو نعمل فكره ان الناس هي اللي تدور على مين هم ابطال المسلسل، وهم اللي يقولوا ويدوروا مين الكاست بتاع المسلسل كله، مش ان احنا نقول، لان العاده ان اي حد بيعلن عن العمل بتاعه. فكانت الفكره ذكائها في ان الناس هي اللي تدور، وبدات الفكره وبدات تتعمل الفيديوهات بشكل عفوي كلها. هو فاجئني لما فتح الفيديو وبيسالني على الكاست 20 ثانيه، ثم بقى توالت الفيديوهات ومدام سلوى عثمان وعم احمد السبكي. أيوة. كل الفيديوهات جت كده بشكل عفوي، عشان كده كانت حلوه وكانت مع الناس راحت. وكان فيها نوع من انواع كده، عارف البرومو الحلوه اللي هو منه ليه، يعني من داخل المسلسل يعني. طيب خلينا نروح لمحارب، يعني احساسك السنه دي بالفكره، واحساسك انك بتقدم عمل كمان فيه اكشن وموضوع اجتماعي وشادد الناس وتصوير وشارع واستوديو وحاجات كتير قوي بتعملها. والله في كذا عامل كان جاذبني جدا نعمل المسلسل ده. طبعا في البدايه الورق كاتبه محمد سيد بشير بشكل حلو جدا جدا جدا، والشخوص كلها حلوه، وانا بحب نوع الدراما زي الحاجات اللي الواحد متربي عليها زمان، يعني ارابيسك والحاجات دي اللي بتبقى دراما اجتماعيه حقيقيه، بلاقي الشخوص اللي موجوده فيها موجوده في الواقع، مش كلها اشباح وكلها بتضرب وكلها بتعمل، يعني أيوة. اللي هو الشخصيات المصريه حاجات واقعيه اللي مش موجوده. اه فانا اشوف الشخصيات دي في دمياط عندنا، واشوفها في المحله، واشوفها في المنصوره، واشوفها في القاهره. فانا بحب نوعيه المسلسلات دي. ثانيا مخرجه العمل الاستاذه شيرين عادل، اللي انا اشتغلت معاها قبل كده من حوالي مش هقول من قد ايه، من سنين صغيره، في مسلسل مولد صاحبه غايب، وانا بحبها جدا على المستوى الشخصي والانساني، وهي انسانه على المستوى الانساني طيبه جدا، وبتحب الممثل بشكل هايل وبتشتغل عليه، وده بيبقى مهم لان بتطلع من الممثل احسن ما عنده. طبعا في مخرجين بيبقى خلاص عنده التمثيل مسؤوليه كل ممثل. هي بصراحة من المخرجين القليلين اللي اشتغلت معاهم اللي بتهتم جدا بكل تفصيلة، ولو كنت أنا يعني السنة دي في الدور الناس بتثني عليا في أدائي يبقى فضل كبير جدا برضو بيرجع أستاذة شيرين، كانت مركزة معايا جدا ومخلية بالها، مش معانا لوحدي بصراحة، أنا وكل الناس اللي موجودة. وأعتقد ممكن هتلاقي طبعا الورق مكتوب أصلا بشكل حلو جدا، طبعا الشخصيات كلها فيها تباين وكلها فيها هارموني مع بعضيها، بيبقى في النهاية والممثلين كلهم مجتهدين في النهاية خالص، أنت لازم تشتغلي تحت يعني قيادة مخرج واعي فاهم قوي الشخصيات وفاهم الاختلاف، اللي لو تفصيلة صغيرة ممكن الواحد ينساها تقول له عليها بتخلي شكله حلو جدا في الدور. فبصراحة عاملة مجهود كبير جدا في المسلسل، ودي من الحاجات برضو اللي كانت محمساني، وبالإضافة طبعا للإنتاج طبعا الأستاذ أحمد السبكي بقى أبويا وحبيب قلبي. فالعمل كله فيه عوامل كويسة جدا، غير النص نفسه ان هو نص اعتقد ان هو مختلف
ولامسني انا شخصيا في حاجات كتير، وطبعا الدراما اللي فيه بتتكلم في واضح قوي، واضح منها طبعا اكيد يعني موضوع الام طبعا. والام اكيد يعني بشوف ان هي طبعا بالنسبه لاي انسان من اي جنسيه من اي ديانه امه عنده حاجه يعني خاصه جدا جدا. صح. فعشان كده الفكره بتاعت بدايه الدراما ان واحد يعني عايز يجيب حق امه، هي خطفتك من البدايه وتوقيتها كان صح جدا بالنسبه لك انسانيا. يعني انسانيا توقيت العمل بالفكره كان صح قوي بالنسبه لك. مظبوط. طب انا دايما بشوف يعني احنا كنا بقالنا كذا سنه بنشوف لك اعمال اكتر لايت فيها تاتش كوميدي على اجتماعي، السنه دي يمكن العمل فيه يعني اكشن على دراما على اجتماعي، يعني مختلف شويه، بتعود لي انت ايضا لاعمال قدمتها قبل كده. والله على فكره انا السؤال ده برضو سألني قبل كده، انا اغلب الاعمال اللي عملتها مش كوميدي جد، بس هو الاعمال الكوميدي عشان بتنجح قوي مع الناس، فالناس بتبقى منطبعه طبعا، ومش ناس كتير قوي بتعرف تعمل كوميدي طبعا. بس طبعا انا بحب يعني اعمل انواع مختلفه جدا، والمسلسل بحس ان الدراما الناس بتحبها في رمضان طبعا. طبعا الدراما فيها كوميديا وتراجيديا، بس طبعا الدراما التراجيديا فيها سسبنس وفيها موضوع طبعا الناس بتحبها قوي، فعشان كده كنت متحمس لها جدا وعجبتني اول ما بشير قال لي على الفكره دي. اكيد احنا ما زلنا مش عايز تقول لي حاجه على الاحداث اللي جايه كده؟ عايز اقول لك انا والله بحبك جدا. انا كمان والله يعني والنهارده عيد الام، انا عارفه انه بيبقى صعب عليك، انا عارفه صعب علينا كلنا، كل واحد فقد امه بيبقى صعب طبعًا. لكن طبعًا. عندك ام قمر في البيت ايمي، وعندك طفل طبعًا. فهي بقت ام طبعًا. بقى في عيد ام، فيعني لازم والله تحتفي بيها جدا يعني. والله هجيب لها هديه النهارده. اكيد لازم تلحق نفسك على فكره يعني. هنفضل نحارب معاك لحد اخر حلقه باذن الله، وان شاء الله لينا كلام تاني مع انتهاء العمل والاسره العمل. تحياتي لشيرين عادل، وكل سنه وهي طيبه، كل ام عندك النهارده وصل لها سلامي، كل سنه وهي وانت طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي، ميرسي. وانتي طيبه يا شيرين، اشكرك النجم الكبير حسن الرداد واسره عمل محارب.